طلائع الجيش يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح ويحرز لقب السوبر المصري لأول مرة في تاريخه. كابتن علاء، مباراة عصيبة كنا نتمناها عكس ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مبدئيا بكل روح رياضية تقول طلائع الجيش مبروك أول بطولة. اجتهد ولعب على هدف معين ووصل وصل معاك لضربات الترجيح اللي تتساوى الحظوظ فيها. مظبوط. واللي مكتوب بقى وحظه اكتر او الاوفر حظا بيفوز بالبطوله. هو كان بدايه المباراه وصل عايز حاجه معينه يا ايمن، واتكلمنا فيها وقلنا بين الشوطين ان هو عايز يوصل للمباراه لاقصى حاجه تبقى ضربات الجزاء ويتلعب. عشان كده هم لما كانوا بيلعبوا ضربات الجزاء كان في لعيبه طلائع الجيش كان في هدوء. الهدوء مش سخه ان هم لا، الهدوء ان هو وصل للحاجه اللي عايزها، فلو حصل وما قدرش يكسب النادي الاهلي يبقى انا عملت اقصى حاجه. عكس لعيبه النادي الاهلي طبعا، اول حاجه بس بقول لجماهير الاهلي ما تزعلش وهارد لك البطوله النهارده. طبعا كنا نفسنا الاهلي يكسب نضيف بطوله تاني، وجماهير الاهلي اكيد طبعا زعلانه جدا وحزينه جدا، لكن هي دي كره القدم. الهدف كان موجود طلائع الجيش، يمكن كان في بعض كبعض اخطاء مننا. انت وصلت المباراه لضربات الجزاء يعني كان لازم المباراه تنتهي من بدري، بس انت بتلعب فريق اتفقنا كلنا من بدايه المباراه حتى لنهايتها لحد اكسترا تايم ايمن مش عايز يعمل حاجه غير هو بيحاول بيدافع ويستهلك وقت. لكن في الاخر مره ثانيه بقول طلائع الجيش مبروك البطوله، اول بطوله اللي من حقهم يفرحوا النهارده اكيد. صحيح. كابتن اسامه، اجتهد طلائع الجيش ولعب على قد امكانياته وقدر يكسب المباراه. انت ضيعت فوز سهل. مبروك طبعا الاول لطلائع الجيش، زي ما علاء قال وصلوا للضربات الجزاء اللي هي 50% 50% مهما كانت صحيح. كفاءتك بيبقى فيها شيء من التوفيق. والشناوي عمل اللي عليه في ضربات الجزاء، صد اثنين وبسام صد ثلاثه. مزبوط. يعني الاثنين عملوا اللي عليهم والتوفيق كان مع بسام ومع فرقه طلائع الجيش. انت ضيعت ماتش كان سهل في ايدك. طلائع الجيش من اول ما الماتش ابتدى لغايه الدقيقه 120 نفس الاسلوب، يمكن بس هو متاخر نزل كريم الطيب في الدقيقه 60 او 65 على اساس يلعب براس حربه، وبقى يعني تشم بعض الخطوره النسبيه عندهم في اجوان مره شويه نسبيا لكن مش قوي. انت بالزبط. انت مسيطر على الماتش لكن انت وقعت في اخطاء كتيره جدا. اولا ما فيش الشراسه اللي صحيح. تقول انا عايز اخد الماتش. يعني الماتش بيروح منك. يمكن احنا قلنا بين الشوطين الرغبه مش موجوده. يعني ما فيش كده اللي هو الموت ان انا عايز اخد الماتش. حتى احنا بين الشوطين اتكلمنا قلنا الخوف ان نتجر لضربات الجزاء الترجيح، لان خلاص هتتساوى الوضعيه هتتساوى معاه. فانت يعني اتاخرت وبعدين ابتديت تعمل حاجات غريبه. اولا زحمت الدنيا بعدد كبير جوه ال18 وبتسيب الاطراف الملعب ما فيهاش حد. يعني ابتدى يخش بقى حسام حسن جنب شريف جنب صلاح محسن، واحيانا كمان مكسوني كمان بيخش. احنا هنتكلم في اسباب الخساره يعني بعد كده. ما انا اقصد انت مسيطر والامور قدامك سهل انك تكسب، بس انت ما بتلعبش بالشكل المظبوط في الاطراف انك تستغل الاطراف كويس عشان تبقى متوزعين جوه ال 18 كويس. انت ابتديت تلجا انك انت عايز تعمل كور جوه ال 18 طويله يا تمشي يا ما تمشيش. حتى احيانا كان بسام بيغلط ومفيش متابعه. مظبوط. فاللي انا عايز اقوله انت سيطرت على اللقاء بس بدون اللي هي ايه الرغبه المؤكده انك انت عايز تطلع بالمباراه. فهارد لك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك لطلائع الجيش وصلوا اللي هم عايزينه ووفقوا في ضربات الجزاء. كابتن بلال، يمكن كابتن اسامه تطرق النقطة ان انت معاك الاستحواذ، ولكن الرغبه والشراسه اللي تديك المباراه ما كانتش موجوده النهارده. هارد لك للنادي الاهلي طبعا، النهارده بطوله يعني مش مباراه، ودي الحاجات اللي بتزعلنا احنا شخصيا وبتزعل جمهور النادي الاهلي باكمله، انك مباراه ممكن تكون في المتناول بالنسبه لك وتخسرها بالشكل اللي حصل ده. لينا لوم وعتاب على اللعيبه وعلى المدير الفني. الحقيقه انت جاي بعد خساره بطوله دوري عام، كل الجمهور كان عنده امال كبيره جدا في البدايه او الانطلاقه تبقى من النهارده من المباراه.
الحقيقه يمكن يعني مش هنقدر نقول حاجه غير ان كان في بعض الاخفاق في الملعب، يعني السبيريت اللي كنا منتظرينها تبقى موجوده النهارده في الملعب ما كانتش موجوده بالقدر الكافي. يعني كنا منتظرين روح قتاليه اعلى من كده، كنا منتظرين رد شديد جدا في الملعب على بطوله الدوري العام اللي خسرناها، ما كانتش للاسف موجوده في الملعب. كنا منتظرين حاجات كثيره جدا جدا من اللعيب ومن الجهاز الفني ايضا النهارده. ممكن تكون مباراه بعد غياب طويل، والكلام ده قلناه قبل في بدايه الاستوديو، قلنا المباريات اللي بتيجي بعد غيابات طويله بيبقى فيها مشاكل فنيه شويه، مشاكل فنيه، لكن ما بيبقاش فيها مشاكل في الروح القتاليه العاليه. يعني النهارده كان في يعني الروح القتاليه اللي عند اللي امتازت بيها لعيبه الاهلي في البطولات اللي فاتت النهارده ما كانتش موجوده في الملعب للاسف الشديد. في بعض الاخطاء حصلت الفنيه اكيد طبعا حصلت، ولكن قدر عبد الحميد بسيوني انه يستدرج النادي الاهلي لطريقه لعب او بالشكل اللي عايز يروح بيه للنادي هو عايزه. احنا قلنا المفترض الاهلي ما يزهقش. انت هتلاعب فرقه عايزه تدافع، بتدافع ب 10 لعيبه، النهارده بيلعب بالشوط الاول كامل بدون راس حربه، بيلعب ب 10 لعيبه كلهم تحت الكوره، 10 لعيبه في نص ملعبه. انت لو شفت كل حتى الهجمات المرتده بتاعت طالع الجيش هتلاقي ان السنتر باكس بتوع الجيش موجودين على ال 18 عشان ما يدوش مساحات لمحمد شريف، ما يدوش مساحات لمجدي قفشه، ما يدوش مساحات لطاهر محمد طاهر والشحات ان هم يروحوا يعملوا انطلاقاتهم. ده من بدايه الشوط الاول. الشوط الثاني عمل تعديله صغيره وحط راس حرب عشان يبقى محطه، لانه عارف ان فرقته مش هتقدر تشتغل على الكاونتر اتاك طول المباراه بالشكل ده، مش هيقدروا يطلعوا كتيم واحد او الثلاثه اللي قدام مش هيقدروا يشتغلوا بالشكل ده. فحط كريم الطيب راس حربه عشان يبتدي يقف على الكوره ويتقل ويبتدي ينتظر اللعيبه. طلع الجيش في المباراه كلها اعتقد ان زيرو، يعني الشوتس زيرو اون تارجت اعتقد، يعني اعتقد واحده تقريبا راحت للشناوي تقريبا اللي هو صدها يعني وقعت من ايده، وكانت كوره يمكن من ال 90 دقيقه. ولكن انت النهارده اجبرت بطريقه لعب طلع الجيش انك تروح للماتش بالشكل ده، واحنا كنا قاعدين ومتوقعين ان لو الاهلي يعني لو انساق او لو قدر عبد الحميد بسيون ان هو يشد النادي الاهلي لطريقه لعبه والسيستم والاسلوب اللي عايز يشتغل بيه، المباراه هتروح للشكل ده، لان راحت للشكل ده في مباراه الدوري الاخيره ما بين الاهلي وما بين طلائع الجيش. نفس طريقه اللعب عبد الحميد بسيوني بيلعب بنفس الطريقه، قافل نص ملعبه كويس وسايبك تشتغل من على الاطراف. انت كمان ما كانش عندك طرفين الشوط الثاني برغم انك عندك ثلاثه راس حربه، ومع ذلك مستر موسيماني كان المفترض يبقى فيه طرفين ملعب الشوط الثاني يبتدوا يشتغلوا على الكروسات طالما انت عندك ثلاثه راس حربه يقدروا ان هم يسجلوا اهداف. للاسف يعني انسياقنا ورا عبد الحميد بسيوني وطريقه لعبه او ان احنا انجذبنا لطريقه اللعبه دي هي دي اللي ودت المباراه للحته دي، ان خليتنا ما نقدرش نسجل اهداف. والحاجه اللي اكدنا عليها قبل يعني ما بين الشوطين قلنا دي مباراه النص فرصه، لان الفرق اللي بتبقى عندها تكتلات تبقى محتاجه نص فرصه فقط لا غير. للاسف ما قدرناش حتى نستغل نص فرص اللي اتيحت للنادي الاهلي. مظبوط كابتن علاء، طبعا معانا الارقام على الشاشه، يمكن نسبه الاستحواذ للاهلي 69 طلع الجيش 31، تصويب على المرمى النادي الاهلي 3 من 18 3 من 3 خشبات طبعا، طلع الجيش 1 من 3، تسلل النادي الاهلي 3 طلع الجيش 0، ركنيات 8 وطلع الجيش 2. ويمكن احنا من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها قبل الماتش وبين الشوطين كمان على التفاصيل الصغيره، ان انت ممكن تستفاد من كره ثابته، كره ثابته بتحسم الامور، ما ياخدكش زي ما قال الكابتن بلال ان بسيوني بيلعب على حاجه واحده بس، ان هو عايز يجرك معاه لطريقه اللعب ويطول الماتش لاقصى وقت ممكن. ولكن الكابتن بلال قال على نقطه، انت دلوقتي بتلعب بثلاث رؤوس حربه، معناها ان انت عامل كثافه عدديه جوه ال 18. الكثافه العدديه جوه ال 18 دي محتاجه اجناب محتاجه كور عرضيه. انت في الوقت اللي انت طلعت فيه طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، هل كان كفايه الاعتماد على محمد هاني وعلي معلول ان هم يقوموا بالواجب الهجومي ده؟ هي انت لعبت ثلاث رصاد حربه يا ايمن او ثلاث فراوده صراح، لكن انت ما استعملتش الاطراف بالظبط، انت بتلعب كور مواجهه، كور مواجهه دائما وابدا المدافع هو الاحسن هو الاقرب هو اللي شايف. مظبوط. الى جانب ان عبد الحميد عمل لك حاجه كمان، ده لعب ثلاثه في القلب. تغيير اللي عمل ثلاثه في القلب ما لعبش اربعه. لو جبت اي لقطه او اي هجمه للنادي الاهلي بص على الكور طويله صح هتلاقي في ثلاثه موجودين في القلب، ثلاثه مساكين صراح. مظبوط. فما انت مهما بتزود انت بتزود بس انت بتعمل زحمه. مظبوط. كونك ان انت عايز تعمل
ضغط هجومي او شراسه هجوميه مش ان انا ازود او ازود مهاجمين، بالعكس انا ازاي يبقى المهاجم ده عنده المساحه اللي اتحرك فيها. يعني الزحمه اللي كانت موجوده دي استحاله هتلاقي محمد شريف عنده الميزه بتاعته. ميزه محمد شريف الانطلاق بين الاثنين المساكين، سرعه كويسه جدا بيقدر. فاستحق في كوره ضيعها محمد شريف اللي اتعملها بسن الجزمة عملها علي معلول، دي انا ما اقدرش الومه فيها، لان كمان لو رجعت بالكوره محمد شريف رايح وكان بعديه كمان حسين الشحات في نفس الزاويه في نفس المكان وعالي بالظبط يا دوب هيلحق الكوره. لكن عايز تطلع حاجه؟ لا كنت كنت هسال الكابتن اسامه حسني بصفته ان هو راس حربه. يعني كابتن اسامه لما بتلاقي كثافه عدديه هجوميه، يعني انت بتلعب راس حربه ومن ضمن قدراتك ان انت بتستغل الكرات العرضيه كويس قوي، لما انا الزحمه اللي اتعملت دي في ال 18 هل دي تبقى ليها فايده عليك كراس حربه، ولا انت بتحس ان انت مش قادر تاخد مش مستريح جوه ال 18 وفي نفس الوقت عدم وجود كرات عرضيه؟ يعني انت بقيت تقريبا بتلعب بنفس طريقه لعب طلائع الجيش، عملت زحمه على الفاضي. بالظبط هي ده اللي ممكن نلخصه. في البدايه مبروك لطلائع الجيش بطوله السوبر النهارده، يستحقها علشان لعب في ظل امكانياته طلائع الجيش، ظل امكانيات القماشه اللي عنده، اجتهدوا من اول المباراه، اللعيبه كانت بتكافح من اول دقيقه. الاسلوب ده ما شفناهوش في رده فعل لعيب الاهلي. النهارده لما تكون انت خسران بطوله الدوري والنهارده بتلعب اول بطوله ليك بعد بطوله الدوري بطوله السوبر، لازم يكون رده الفعل بغض النظر انت كسبتها وخسرتها، مكسب الخساره دي حاجه بتاعت ربنا، لكن بكلمك في رده فعل اللعيبه جوه الملعب في الانقضاض في الحماس في الرغبه من بدايه المباراه ان دي بطوله مش هتطلع من النادي الاهلي النهارده. مظبوط. خلي بالك كنا بنقول لما الاهلي بيخسر بطوله بيعوض قصاد 10 بطولات، المقوله دي ما شفتهاش النهارده من لعيب الاهلي. من اول دقيقه في المباراه الايحاء بتاعك ان الريتم بطيء، التحضير بطيء، مباراه وديه، ده اللي واصل الكرات المشتركه كمان يا هكسب في اي وقت، ده الاحساس اللي واصل لي وانا قاعد بتفرج على المباراه. علشان كده التوفيق بيجي للمجتهد في ركلات الجزاء، وانا قاعد بتفرج والله يا كابتن ايمن احساس ان البطوله مش بتاعتنا علشان احنا ما اجتهدناش في المباراه. ركلات الجزاء تبقى معاك زي مباراه الكاس علشان اجتهدت جوه المباراه وسعيت للمكسب وخدت بالاسباب كويس. النهارده اللعيبه مع موسيماني طبعا يتحملوا خساره الاهلي للسوبر النهارده. صحيح. ما قدموش النهارده الاهلي ما قدمش اللي احنا نقول ممكن الاهلي يكسب. طب خلينا النهارده ياخدنا لسؤال ثاني يا كابتن اسامه. السيناريو دوت ما كانش متوقع؟ السيناريو متوقع 100%، واحنا قلناه هنا والناس كلها قالته. السيناريو يا كابتن ايمن، السيناريو ايه اللي هيلعب بيه طلائع الجيش؟ نفس السيناريو ده اللي لعب بيه في بطوله الدوري. مظبوط. نفس السيناريو ده اللي لعب بيه كابتن طارق العشري في بطوله كاس مصر السنه اللي فاتت. فهو ده السيستم والنظام بتاع طلائع الجيش. انت النهارده في اخطاء بالجمله من موسيماني. الاول قبل موسيماني من اللعيبه، ما انت النهارده في امور المدرب واقف على الخط، لكن انا فين انا النهارده كلاعب؟ فين امكانياتي الفرديه لما لقيتك كنت ردف هياخد الكره وروح واحد على واحد؟ والنهارده بقى عندي مهاره ان انا اعدي ادخل اخد ركله الجزاء ان انا اسدد. النهارده حتى التسديد بتاع لعيب النادي الاهلي تسديد كله يعني على استحياء. تخيل انت النهارده 3 تسديدات من 8 على المرمى بس في مباراه فيها تكتلات دفاعيه، يبقى اللعيبه السرعه في الريتم النهارده ما كانتش موجوده. بدايه من ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وانا قلت الكلام ده بين الشوطين، لازم الريتم يبقى اسرع. النهارده من باليه فاول صلحي لازم احط والعب بسرعه. طلع جيش عايز الريتم دايما بطيء، لازم الفرقه اللي قدامك تحس بالضغط. أيوة. لازم تحس بالضغط عشان يحصل اخطاء، لكن هو صح. فضل ماشي او انا مشيت زي ما هو عايز. النهارده الخطا الفني اللي عمله موسيماني، وحضرتك بتتكلم يا كابتن ايمن، هي العمليه مش بالكم النهارده. مظبوط. الكم النهارده انا هحط هلعب النهارده بكم مهاجمين، طب مين اللي هيوصل الكره للكلام ده؟ النهارده محمد شريف غير موافق طول المباراة. ظهر في اللقطة اللي ظهرت في بداية الشوط الأولاني، في آخر كرة في الشوط الأولاني. مزبوط. اللي حطها على شمال بسام. مظبوط. النهارده كنت ممكن أطلع محمد شريف من الملعب، أسيب حسام حسن اللي نزل ما كانش ليه أي دور في المباراة وماليش أي دور علشان العشوائية اللي كانت اللي أنت قلت. أنا واحد من الناس مش عارف ميكوسيني بيلعب فين، حسام حسن هل بشوف النهارده بيسقط ومش دوره إنه يسقط علشان يلعب تحت، ومحمد شريف هو اللي قدام هو صلاح محسن. فالنهارده حتى بزحمة الهجوميه النهارده كان شكل النادي الاهلي عشوائي.
الحاجه الثانيه مين هيوصل الكوره؟ صح. فين الاطراف اللي انت محافظ عليها؟ كان طاهر وكان حسين الشحات. حسين الشحات وهو في افضل حالاته انت بتطلعه. هي العمليه مش عمليه تغيير ان انا بغير وخلاص. النهارده اداره فنيه سيئه من موسيماني، اداء سيء من اللعيبه، ما فيش روح. كنت اتمنى رده الفعل تكون اقوى. كابتن اسامه، هو كانت وجهه نظره ايه انه بيلعب بثلاث مهاجمين قدام؟ النهارده انا متعادل وطلع الجيش بيلعب نواحي دفاعيه كبيره، فهي العمليه مش بكمل. انت النهارده لو اتفرج على النادي الاهلي، النادي الاهلي مقسوم فرقتين، فرقه ورا ورا كان حمدي فتحي، صح، كان ياسر ابراهيم، وكان على معلول، وكان اكرم توفيق، وواحد في النص السليه، وناس كلها قدام مهاجمين. طب مين اللي هيشتغل ومين هيوصل الكلام للناس ده؟ كنت اتمنى واحد زي كهربا يكون موجود النهارده على حساب محمد شريف، يقدر تحافظ على الشكل بتاع الاطراف بتاعك. اما النهارده حتى الكرات العرضيه اللي احنا قلنا نبدا نعمل كرات عرضيه، ما كانش في كرات عرضيه، مفيش يا كابتن. يعني مش الكرات العرضيه اللي تقدر توصلها يبقى فيها خطوره. هو نفس اسلوب اللي لعبت بيه برضو مع الجيش هناك في المباراه الدوري العام، هي نفس الاسلوب. هو جرك انك تلعب بالطريقه اللي هو عايز يلعبك بيها، انك تعمل كرات طوليه فيلعب بثلاثه، فيلعب بليبر وتنزل ماكينه وسامه. اه يا كابتن، حضرتك كنت لعيب الكوره، لما بيبقى عندي من بدايه المباراه عارف البطوله دي مش هتطلع بره النادي الاهلي، بتبان من اول وانا بسنتر في بدايه المباراه من اللعيبه في الملعب، من اللعيبه، الكور المشتركه، الالتحامات، السرعه، الاداء، الاصرار، ده كله على مدار 120 دقيقه ما ظهرش. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن اسامه، تشعر او احنا جينا اوقات من المباراه يا كابتن علاء، تحس يعني احنا في بدايه موسم وكان في راحه، ان في اجهاد، صح؟ طب ده مش اجهاد، مش اجهاد. طب ده ايه؟ في، بص، في تقل في الملعب، في انا هخلص المباراه في اي وقت، في اعداد نفسي مش 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 حلو للمباراه. دي مباراه، دي بطوله، مباراه بتهديك بطوله نفسيه، لازم انزل غير اللي اسامه كان بيتكلم في نقطه، بيقول بتبان من اول ما بتسنتر الكوره، سواء الكوره معاك او مش معاك. أيوه. بيبان، صح، انت بتبان من جوه انت النهارده ناوي على ايه. انت البدايه انت سايب المباراه، بسيوني عامل خطه معينه فخليها على جنب. انت سايب المباراه، الوقت بيمشي لحد ما ايه هتوديك، انا هجيب جول، هجيب جول. كويس. الزحمه اللي عملها مستر موسيماني كان بيلعب على حاجه واحده بس. ايه هي الزحمه دي؟ زحمه مدافعين طلاع الجيش مع كتله المهاجمين اللي عندك تخلق غلطه. هو عايز يعمل دي بدليل ايمن ان كان كل الكرات الطوليه عايز صلاح محسن يلمس يكمل شريف بس. ده يعني انا معاك في الجزء ده، لو في حاجه زي ما قالوا الكباتن ان يبقى عندك اطراف مش كان ممكن تحصل. بص، في مباراه في مباراه حصلت الكره برضو لصلاح محسن واتلمست، مباراه دوري تقريبا، هي دي اللي كان بيلعب عليها مستر موسيماني. مباراه افريقيا، مباراه افريقيا يا كابتن. سان داونز صح، حصل فيها غلط. سان داونز كان فاتح اللعب هو اللي بيهاجمنا. بص يا ايمن، كان مختلف. هو كل مدير فني بيبقى عنده كارت كده، يقول لك انا هلعب بالكارت ده في نهايه المباراه. دي ان الجيش مش ما عندوش اي، يعني ما فيش مشكله في طلائع الجيش. طلائع الجيش حتى ما بيلعبش هجمه مرتده، يعني حتى بعد نزول كريم ما بيلعبش الهجمه مرتده. يعني هات المباراه من اولها لحد الاكسترا تايم، يعني في فرق بتدافع كويس قوي واعمل هجمه مرتده. لا، بدينا هو الشوط الاول كله او الشوط لحد ما نزل كريم، مفيش راس حربه. أيوه. اللي كان مستنى بس كان ميدو وبيادوب بس ايه بي يعني بيحلق كده. لكن حتى الهجمه مرتده لما في حد من طلائع الجيش بيمسكها مفيش حد بيكمل. أيوه. هو ال 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 الهدف واضح، انا على قد ما اقدر هستهلك المباراه. صحيح. لحد ما توصلني. صحيح. اقصى اماني كابتن بسيوني ولاعيب طلائع الجيش النهارده، وليهم كل الاحترام على المجهود اللي عملوه، انا بتفق مع اسامه ان هو يوصل لضربات الجزاء. وضربات الجزاء دي حاجه بقى بتاعت ربنا، انت مالكش دعوه بيها. 50-50. لكن احنا اتكلمنا بين الشوطين ايمن، كنت سالتني تقول يعني احنا ليه متاخرين في الهدف؟ لان طلائع الجيش عاملين مجهود بدني جبار، عامل ضغط عليك طول المباراه. انت مش خفيف، في تقل، تحس ان في تقل في الحركه، تقل في الحركه. يعني لو انا بدافع بس انا المفروض اتعب انا. لا، لعيبه طلائع الجيش لحد اخر مباراه بيجروا عشان انت اللي مساعدهم، انت اللي مهدي الريتم، انت اللي حركتك بطيئه. لكن مش نهايه العالم على فكره. طبعا، يعني يمكن بنعتذر لجمهور النادي الاهلي النهارده، يعني كانت في بطوله كنا ممكن نضمها البطولات الحمد لله عندنا كتير. لكن هو درس، طول ما انت في الكوره انت بتتعلم.
صحيح. تعلم ازاي لما يكون في مباراه كده مباراه بطوله من اول ما الحكم يصفر البطوله دي بتاعتي وده معروف هو على ده شعار النادي الاهلي حكم بيتبان نيتك زي ما قال اسامه كان قال اسامه حلمك كله حلو قوي نيتك بتبان جماهيرك بتبقى قاعده حتى تتفرج في البيوت أيوه. وكده الرغبه باينه انت الرغبه عندك مش واضحه الشراسه الهجوميه سايب المباراه أيوه. ما ينفعش تسيب مباراه بطوله عارف لو بطوله لو ماتش دوري مش مشكله أيوه. لكن مباراه حتى كابتن علاء تحضير لركلات الجزاء ركلات الجزاء دي مزبوط. مباراه ثانيه برضو مزبوط. انا بحضر لها طبعاً. النهارده تخيل محمد شريف المهاجم بتاعك الاساسي طول المباراه 120 ده مش موفق والكره مش ماشيه معاه ومش ضارب الشكل اللي احنا شفناه قبل كده احطه في ركلات الجزاء النهارده لازم ابعد محمد شريف قفشه النهارده انت النهارده عندك قفشه عندك محمد شريف عندك بدر بنون ما بدر بنون عشان نزلته بس هل النهارده شفنا خلي بالك كان مباراه مانشستر يونايتد الماتش الاخير مظبوط. لما المدرب نزل لعيب من بره نزله على ركله الجزاء مباشره واستهام وضاعت ما انت النهارده انت كلاعب عايش اجواء المباراه صح. انت بتجري يعني صح. انت بدر بنون نزلته اخر 3 دقايق هو صح. مش عايش المباراه صح. فكان طبيعي برضو تضيع ركله الجزاء التحضير حتى لركلات الجزاء اللي هي مباراه ثانيه ما كانتش موجوده من موسمين واعتقد ان الترتيب برضو يا كابتن اسامه يعني الترتيب في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح اللي هي بعد المباراه اعتقد انا اعتقادي الشخص يعني انت لو عندك 2 مميزين قوي في ركلات الترجيح دايما كنا بنعمل ايه واحد بيشوط في الاول وواحد بالظبط كده برافو عليك وواحد بيشوط في الاخر اعتقد ان الترتيب برضو كان في خلل في ضربات الترجيح غير الترتيب الحظ في ركلات الجزاء بيجي للي طبعًا. بيسعى او بيجتهد في المباراه عشان كده ربنا مع ان الشناوي النهارده ما قصرش لا لا بالعكس الشناوي النهارده خد 2 يعني طبعًا. اعتقد بالنسبه للحارس مرمى بيصد ضربتين ترجيح صحيح بالنسبه له عمل عليه صحيح الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل ارجوكم انتصروا مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن اسامه رتم الاداء او ايقاع اللعب ما اتغيرش بالنسبه للنادي الاهلي على مدار الاشواط الاربعه لا لا يعني نسبيا الشوط الثاني فترات اتحركت فيه شويه في واحده لشريف ضيعها المعلول اللي عدى من الشمال ولعبها له حطها بره في واحده بالعرض الكورنر لحمدي فتحي حطها بالراس بجوار بس ما وجهش دماغه ولعبها على طول في تسديده لحسين الشحات بعد كده كملت انت الشوط الثالث والرابع بنفس الريتم يعني اكنك بتلعب ماتش ودي يعني ما تحسش ان الشوط الثالث والرابع انت عملت خطوره على بسام مفيش اي زي ما احنا كلنا متفقين انك انت كتلت 3 رؤوس حربه داخل ال 18 وبتحاول دي كره بتاعت معلول دي كره علي معلول هي دي اللي بعد معلول واتحرك شريف كويس على القائم الاولاني بس ما وجهش مظبوط واتصاب فيها بعد كده علي الفيل وطلع دي المره الوحيده اللي علي معلول يوصل للمنطقه دي وياخد في ظهر الباب تاني مره دي يا اسامه مره في الشوط الاول ومره في الشوط الاول عمل واحد في الشوط الاول وشريف اتحرك فيها كويس ولكن شريف فعلا زي ما اسامه قال النهارده مش موفق في ديت ومش موفق في الكره اللي هو وجهها الشوط الاولاني اللي هي خرجت بره 18 خلي بالك انت في الماتشات اللي زي دي وانت حتى حالتك مش كويسه قوي انت برضو اتخلق لك 3-4 فرص على مدار ال 120 دقيقه كانت ممكن تنهي بيهم يعني الكره ديت كره شريف الاولانيه كره حمدي فتحي اللي وفي واحده لشريف بدماغه برضو يا كابتن في الشوط الثاني في اخر الشوط ايوه وفي واحده لشريف في اخر الشوط الثاني من اللي برضو علي معلول لعبها له برضو حطها بره لكن الشوط الثالث والرابع انت كل اللي عملته انك انت حطيت 3-4 لعيبه جوه ال 18 ودي سهلت قوي مأموريه المدافعين مأموريه بسيوني هو عايز كده انك انت تعمل زحمه وجوه ال 18 وهو كتل عدد معين من اللعيبه حواليهم وانت لغيت تقريبا منطقه وسط الملعب انت رجعت قفشه لورا مع السوليه رجعت حمدي سيرد باك انا دي مش فاهمها قوي لانه يعني طب ما انت حمدي بتلعبه سيرد باك طب ما كان ايمن اشرف يكمل يعني دي مش مفهومه قوي ايه مفهومه يعني لكن انت رجعت قفشه ماشي بس هي المشكله انت نزلت مكسوني وصلاح محسن وحسام حسن بقى حسام حسن جوه في العمق ومكسوني ساعات هنا وساعات هنا بس برضه بيخش للعمق وصلاح عندك في العمق اصلا وصلاح وشريف العمق وصلاح محسن في العمق
طبعا دي الكره الاولانيه اللي هي بتاعت الشوط الاولاني الانفراد. هو سند حلو قوي وشايف، هو متاكد ان هو ان هي جون يعني، هو مع هو نفسه استعجب ان هي ما دخلتش. هو طبعا الجون مفتوح قدامه بس ما قفلش رجله، ما قفلش بطن رجله كويس، فخرجت طبعا بغرابه. الماتشات دي محتاج، هو حتى نفسه مش مصدق لان هو متاكد ان هي جون. فطبعا دول كانوا اسهل تقريبا فرصتين. لكن انت المشكله في الشوط الثالث والرابع، الشوط الثالث والرابع زي ما قلت لك انت تقريبا لغيت نص الملعب وابتديت تعمل كرات من علي معلول. وطبعا اكرم توفيق النهارده برده ما كانش في الحاله الجيده بتاعته، ما كانش بيطلع كتير ناحيه اليمين، ولذلك هو نزل في بدايه الشوط الرابع هاني على اساس يسعف شويه بكرات عرضيه، بس برده الجبهه دي ما اشتغلتش قوي من بعد ما حسين الشحات خرج واكرم كان في حاله تحس انه في تعب شويه. مزبوط. هو كان كل العمليه ان علي معلول من بيحاول من خارج ال 18 بكتير، عدد الثلاث اربع لعيبه اللي قلنا عليهم رؤوس الحربه يتكثفوا جوه ال 18 ويعمل كره طويله، واحنا مستنيين الغلطه بتاعت اللي هي هو زي ما قالوا الكباتن، هو تقريبا غير اسلوب اللعب. ايوه مظبوط، يعني بالتغييرات ديت والكثافه اللي حطها في ال 18 غير اسلوب اللعب. مظبوط، ما انا قلت لك تقريبا انت منطقه وسط الملعب والاستحواذ وانك تبني على الاطراف وناس تخترق من الاطراف عشان تعمل مثلا كرات عرضيه لتحت او تكمله من الطرف للعمق، خلاص بقت تقريبا اتلغت في اخر في النص ساعه الاخير اللي هم الشوطين الثالث والرابع. ما تحسش في خطوره للنادي الاهلي. انا قلت لك يمكن الشوط الثاني اللي نسبيا فيه اكتر من كره كانت ممكن تخلص بيها. فانت سهلت خالص الشوط الثالث والرابع على فرقه الجيش. وطبعا الكرة بقى فيها كمان توفيق، يعني ما فيش واحده من الكورتين ثلاثه اللي جولك كان ممكن تخلص بيهم ما خلصتش بيهم، فخلاص وصلت لضربات الجزاء اللي هو كان عايزه. وحتى هم خطورتهم لما احنا شفنا الاحصائيه اللي جت هي ليهم كوره واحده مظبوط بين الثلاث خشبات، بين الثلاث خشبات 90 دقيقه ما فيش خطوره كبيره، بس صح. هو نهى او وصل بالماتش لاخر مرحله هو عايزها، انك مزبوط. توصل لضربات الجزاء صحيح. وهي بقى انت وبختك، فانت ساعدت النهارده في الموضوع دوت، سواء من عدم الرغبه اللي اسامه قال عليها اللي هي المؤكده دي، اللي هي ان انا نازل مش الماتش ده مش هيعدي مني من اول ثانيه يعني، ديت مع بعض الاخطاء الفنيه وعدم استغلال الثلاث اربع فرص اللي هم على مدار ال 90 ال 120 دقيقه اتخلقوا لك. فكل دي نقط سلبيه ودت الماتش لطلاع الجيش. كابتن بلال، معنى كلام الكابتن اسامه ان المدير الفني مستر موسيماني واللعيبه في الملعب مسؤولين مسؤوليه كامله عن خساره مباراه النهارده. اكيد طبعا، اكيد مش احنا المسؤولين يعني، لا مش طرف لوحده يعني، لا طبعا، لا مش طرف لوحده الاثنين. في حاجات يا كابتن ايمن زي ما انت يعني، الكباتن كلهم لعبوا ماتشات نهائيه ولعبوا تحت ضغوط كبيره جدا، في حاجات يبقى مسؤول عنها المدير الفني، وفي حاجات في الملعب بتبين انت رايح فين في الجيم. تمام، الحاجات اللي في الملعب الكرات المشتركه، التحدي، السرعه في الاداء، رتمك انت كلاعب في الملعب، مدى تركيزك، تعاملك مع الخصم، تعاملك مع الكرات، تعاملك مع التوقيت نفسه بتاع المباراه، بتسرع رتم امتى وتهدي رتم امتى، دي حاجات ده كان ينقصنا النهارده، ده كان ينقص اللعيبه داخل الملعب. الحاجه اللي تنقص او كانت تنقص موسيماني هو انك ازاي بتلعب طلع الجيش، الفكر اللي انت بتلعب بيه النهارده. طب انا بعد اذنك وتغيير الفكر، هقف عند النقطه دي بعد اذنك بس. انت بتتكلم عن دور اللعيبه في الملعب، تعودنا طول عمرنا ان بيبقى لينا قائد في الملعب. صحيح مظبوط، صح صح، لما الريتم بيقل يا جماعه فوقوا، احنا عايزين نعمل كذا، عايزين نكسب الماتش، عايزين. انا اعتقد ان الفتره دي لا مش موجود، لا مش بتكلم على الفتره دي، انا بتكلم على الفتره الكبيره يعني. احنا واتكلمنا في الاستوديو هنا كتير جدا عن الموضوع ده. صحيح، ما ينفعش ان الشناوي، مفيش القائد اللي جوه الملعب. بالظبط بالظبط، اكيد النادي الاهلي يفتقد وجود القائد في الملعب، اكيد في كل المراكز على فكره، مش في حته واحده. انت زمان مثلا يعني، اسامه كان قديم يعني، وانا برضو كنت قديم في وقت من الاوقات، وكان معانا لعيبه قديمه في الملعب، مش كباتن فرقه، خد بالك، قديم في الملعب، كان على طول في توجيهات. احنا النهارده ما شفناش، انا اسف، احمرار في وش اللعيبه في الملعب النهارده يعني. ساعات كده بتلاقي في لعيب في الملعب يعني
من كتر التشجيع بالظبط، عارف انت اللي هو ايه، يفوق الناس اللي بالظبط، يفوق الناس اللي حواليك حتى لو بتزعق على فكره، حتى لو بتزعق يا جماعه لازم نفوق الماتش توقيت الماتش هيروح الماتش هيهرب مننا. انت وانت في الملعب بتبقى حاسس الماتش ده رايح على فين، من 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 الروح بتاعتك، من الكسل، من قله التركيز، في حاجات من الكرات المشتركه، تمام، حاجات كتيره جدا بتوريك الجيم ده رايح على فين. كانوا سمعنا حاجه مهمه جدا، قال الضربات الترجيح دي كانت نسبه تمام لل او 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 تمثيل للي حصل في الماتش النهارده. انت النهارده لا تستحق النهارده المكسب لو هنتكلم على الروح القتاليه والرغبه في الملعب، لكن كفرص انت تستحق. يعني كفرص للنادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده اتيحت له ثلاث فرص، واتيحت له ثلاث فرص بسوء استغلال مش سوء توفيق. يعني في فرق كبير جدا من سوء استغلال الفرصه وسوء التوفيق. انا ممكن احط ارقص وشوط الكوره تخبط في العرض تطلع بره، عدم انهاء الهجمه بشكل جيد، ده سوء توفيق. مزبوط. انما الكرات اللي جت للنادي الاهلي وتم التعامل بيها ده سوء، ده سوء تعامل. مزبوط. يعني حتى الكره الانفراد بتاع شريف هو الاستلام كمان وحش قوي، فخلاك انك تستلم وعايز تعدل في جزء من الثانيه وعايز تحط الكره كده، انما عشان الاستلام يا كابتن هو بيمين. مظبوط. لو استلم بشماله خلاص الجول فتح. لو رجعتها تاني طبعا يا كابتن، هو انا بس رجعها السنده لانه استلم بيمين فطولت يا كابتن اللي قدام سند واحده كمان، فعايز يجيب بقى سنده تانية ويلعبها بسرعه في نفس التوقيت. يعني عايز كان بسام قفل هي صح بالظبط، هي صح. انتوا كلكم ما شاء الله ممكن نجيبها مره تانية. هي بلاش السنده اللي باليمين دي اللي طولت الكره لقدام لان اضطر يلمسها واحده كمان. صح. لا بسام في وشه دي لو على الشمال، يعني تخيل لو خد جوه شماله لجوه طبعا. بص يا ايمن، هو خد واحده بص دي خلاص. بص بسام بقى فين، انما لو بالشمال هو كان الزاويه بتاعته اتفتح زي ما بلال بيتكلم. وعايز اقول لك يا كابتن عايز ان كان لو استلم بالشمال كان عنده الزاويتين هيقدر يحطهم في يعني هتبقى الزاويه يا بلال يمين او شمال، انما عشان انت طلعت اتطرفت فعايز تعدل بس ما بقتش عندك الزاويه واحده بس مفتوحه. بص هو كمان شريف وزاويه صعبه طبعا، وزاويه صعبه جدا. فعشان كده بقول لك سوء استغلال الفرص مش سوء التوفيق. تمام. الكره اللي جت لي برده للشريف بدماغه دي برده سوء استغلال فرصه مش سوء توفيق. يعني انا طبيعي اطلع الكره واطلع هيكل في الزاويه البعيده، لو ما جاتش في البعيده هتيجي في القريبه وتيجي جول، لكن اطلع واحط بالشكل ده. احنا اتكلمنا عليها يا كابتن، احنا اتكلمنا من البدايه ان الماتشات اللي زي ديت محتاجه تركيز لحد الاخر. بالظبط. محتاجه ممكن يجي لك بعض انصاف الفرص. صحيح. انت النهارده ما جاتلكش انصاف فرص، انت جاتلك فرص حقيقيه، جاتلك ثلاث فرص حقيقيه، لو انت فرطت فيها ممكن تضيع بطوله او تضيع ماتش. الاهلي هو من اضاع البطوله النهارده. يعني احنا اللي ضيعنا البطوله، احنا ما خسر. يعني الجيش ما كسبش، الجيش كسب طبعا اكيد ومبروك للجيش وكل حاجه لانه كسب بطوله، لكن انت النهارده اللي اضعت البطوله من ايدك. البطوله كانت في المتناول، بتلاقي فرقه اقل منك في الامكانيات، مع احترامنا للجيش طبعا، ما عندهمش حلول كتيره داخل الملعب، فرقه ما راحتش على الجول بالشكل المفترض ان هو يخليك انك تنزعج النهارده قدامهم. بس هو زي ما كابتن علي زي ما قال، الفرقه ما عندهاش التحول، عارف التغيير من حته دفاعيه لحته هجوميه. انت بتلعب فرقه هي بس كل اللي عايزاه في الملعب انه يستحوذ على الكره اكبر قدر من الامكان، مش انه يعني يبقى عنده فكر تاني لانه بالظبط انه يعمل هجمه مرتده سريعه فعنده اثنين طرفين. انت بتلعب بغير تغييرات كتيره في لعيبه جديده بالظبط. كابتن اسامه في الماتش في الاخر في اربع خمس لعيبه جداد خالص، احنا ما نعرفهمش يعني جداد على طلائع الجيش. فاهم قصدي؟ فالنهارده هو عايز يروح بالجيم لاقصى درجه ممكنه، وعمل وقدر يعمل اللي هو لعب. انت ساعدته كمدير فني بالتغييرات. يعني النهارده بص لما تيجي بص على التغييرات بتاعه مستر موسيماني، طاهر مكسوني مكان طاهر محمد طاهر، مكسوني لعيب بيلعب في كل حته في الملعب، مش طرف صريح، فانت شلت طرف صريح ولعبت واحد بيلعب في قلب الملعب. بص يا كابتن تبقى عندك زحمه، بقى عندك قفشه. بص بمناسبه الزحمه، بص يا كابتن احنا بنتكلم على ادي 26 متر و 38 متر عرض لعيب النادي الاهلي، ما في الاطراف فاضيه جدا جدا، الاطراف فاضيه جدا يا كابتن ايمن. في 10 لعيبه في الجزء ده من طلائع الجيش، والنادي في 8 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي. طبعا طبعا. فانت ساعدته بالشكل اللي لعبت وبالتغييرات اللي انت نزلتها. لما تنزل مكسون يلعب جنب قفشه في بعض الوقت، ما انت بتعمل زحمه في حته القلب. بتعمل زحمه، على عكس انت المفترض انك عايز تلعب زي ما قال اسامه من شويه، تلعب بكهرباء. كهرباء لعيب بيمتاز بان هو بيفتح دايما، بيلعب وينج فاتح الملعب، فبيديك مساحه تشتغل. يدي قفشه مساحه يشتغل، يدي نفسه مساحه يشتغل، يدي فرصه لعلي معلول ان هو يلعب معاه كوينج. لكن النهارده لما تحط مكسوني في الماتش ده وهو يشتغل بالطريقه اللي اشتغل بيها دي، انت بتصعب على نفسك الامور بشكل كبير جدا. نفس التغييره برده بتاعت صلاح محسن والشحات. الشحات بيلعب طرف وكان جيد النهارده في المباراه، كان متحرك، تغييره ما اعرفش ايه السبب، ولكن برده لعيب صلاح محسن نازل بيلعب راس حربه ثالث جنب شريف وجنب حسام حسن. فانت النهارده افتقدت الميزه
او الحاجه اللي كانت بتميزك في طول الوقت انك بتلعب من العمق وفي نفس الوقت عندك اطراف بتشتغل بشكل صح. كويس صح. النهارده ما قدرتش تلعب من العمق لان طلائع الجيش مقفل وبيلعب من على 18 فبالتالي كان الاولى الافضل بالنسبه لك انك تلعب على اطراف الملعب وده اللي انت غلطت فيه كمدير فني عشان كده انت تتحمل نتيجه غلطك النهارده في ماتش زي ماتش النهارده ده انك بتلعب فرقه انت عارف من الاساس ومن المباراه الاولى مباراه الدوري اللي تعادلنا فيها انت عارف ان الفرقه دي بتدافع من على 18 النهارده هو لعب بثلاثه اثنين سنتر باكس وليبرو بالطريقه يعني. القديمه ليه؟ لان انت خلاص هو شاف ان انت عايز تلعب كور في القلب او في العمق فخلاص ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يلعب بواحد بيلم ورا الاثنين السردباكين عشان الكوره اللي كابتن حكم بيتكلم عليها من شويه ان ممكن يكون مستر موسيماني بيفكر ان الكوره تقع من هنا كل الكوره اللي وقعت وقعت للليبرو بتاع طلائع الجيش ما كانش عندك زياده العدديه عايز بس الكوره اللي فاتت دي ممكن نرجع الكوره اللي فاتت مره ثانيه بعد اذنك يا برجاوي علشان بس يعني برضو من ضمن أيه. الاسباب النهارده الخساره دي كوره كانت يعني لصالح الاهلي وايمن اشرف حضر يعني مشي الكوره بعد ما تيجي القفشه ويعمل التمريره الخاطئه عايز اشوف يعني شوف رده فعل لعيب رده فعل بعد كده رده فعل بالزبط. لا مشي 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 شويه مشي كمان مشي مشي اول ما توصل لمجدي قفشه هنا ويعمل التمريره الخاطئه بص يا كابتن ايمن هنا التمريره الخاطئه طبعا علي معلول افضل اختيار مزبوط. المساحه اللي بره اللي فاضيه هو قفشه اختار اصعب الزحمة. حاجه في المساحه الزحمه صح. شوف بعد الكوره ما الاهلي يفقد الكوره شوف بقى مشي كده النهارده الكره مع طلائع الجيش أيوه. شوف الضغط بتاع الاهلي بص المفروض ايوه فين الضغط ده ضغط فرقه عايزه تكسب بطوله لا النهارده مفيش شراسه في الضغط عشان الخطوط بعيده ايوه عشان الخطوط لا هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن اسامه دي إيه. خلي بالك يا كابتن ايمن هسيبك تسال السؤال بتاعك ماشي حته لما انت كنت بتفقد الكره في الجزء الامامي فين الشراسه النهارده محمد شريف مجدي قفشه الناس تبقى الخطوط متقاربه عشان الكره الثانيه ان انا اخد الكره بسرعه مزبوط. اللي كان الكابتن علاء بيقولها في بدايه الاستوديو ان انا اخد الكره بسرعه عشان ابدا اهاجم ثاني احط الضغط العالي على طلائع الجيش النهارده دي كانت السيناريو طول المباراه صح. اول ما بتفقد الكره طلائع الجيش بتمرر وانت الضغط بتاعك على استحياء بس جدا في حاجه احنا طول عمرنا كلاعيبه نادي اهلي عندنا الرغبه في الفوز ولما يبقى في ماشي على بطوله بيبقى عندنا الرغبه في الفوز ولكن انت ما اديتنيش حاجه في الملعب توضح لي الرغبه دي فعلا ما ده اللي احنا قلناه بس علشان كده التوفيق قلنا لما وصلنا لاخر لقطه ركلات الجزاء بيجي اللي اجتهد الاهلي النهارده لا من بدايه المباراه انا ما حسيتش انت قلت لي قبل الماتش انا قلقان بس خلي بالك انت ما كنتش شفت المباراه ولا ابتدينا المباراه بس انت قلت لي انا كنت قلقان بس قلقك ده كان بناء على ايه انت اول حاجه طلائع الجيش عشان قبل المباراه كان الحظوظ يقول لك الاهلي هيكسب والسوبر النهارده هتكسب بالاريحيه لا هل دي تعمل اريحيه عند المدير الفني واللعيبه في الملعب لا النهارده الموسيماني ادار المباراه بشكل خاطئ قبل المباراه كمان النهارده المدير الفني انت النهارده بتحضر اللعيبه بتاعتك نفسيا كويس دوافع تخلق دوافع للعيبه النهارده من بدايه المباراه ما شفتش موسيماني خلق دوافع للعيبه طب انا ممكن اسال سؤال في الحته ديت وبرده كباتننا الكبار يعني يدخلوا في الموضوع هل انت كلاعب نادي اهلي بعد خساره بطوله الدوري حتى واحنا عارفين كلنا الاسباب محتاج دوافع حتى هل احنا محتاجين دوافع علشان كده قلت لك الخساره مشتركه النهارده ما بين موسيماني واللعيبه يعني ما استثنتش واحد عن الثاني ما قلتش لعيبه بس ولا موسيماني بس المدير الفني عليه جزء برضه من التحضير النفسي مش تحضير فني بس للمباراه طبعا انت قبل المباراه بتخلق الدوافع الحاجه الثانيه في التدريب اللي قبل المباراه ما انا عارف السيناريو المباراه القادمه النهارده الزحمه الهجوميه اللي انا الزحمه الدفاعيه بتاعت طلائع الجيش ازاي هشتغل ازاي احفظ لعيبتي التحركات ازاي اعمل تدريبات في الزحمه دي ان انا العب يبقى انا النهارده لمسه ولعبه لمسه ولعبه لمسه ولعبه علشان اقدر اخترق الدفاعات الصعبه دي بسرعه ما ده تحضير المباراه زي ما احنا بنقول تحضير فني في تحضير صح. نفسي ومعنوي النهارده الدوافع اللي انت بتخلقها للعيبه بعد خساره بطوله الدوري فعشان كده بقول النهارده الخساره يتحملها موسيماني ولاعبي النادي الاهلي النهارده اللي ما شفتش النهارده رده الفعل القويه بتاعتهم. صحيح. من اسباب النهارده برضو النقط الفنيه المهمه جدا النقط اللي كانت بتميز النادي الاهلي وانت احنا بنتكلم عن الاستحواذ، النهارده الاستحواذ بتاع النادي الاهلي كان استحواذ سلبي. مظبوط. والدلاله على كده انت في 120 دقيقه بتخلق فرصتين والفرصتين برضو يعني ما بتقولش فرصه لمحمد شريف هدف محقق لكن الفرصه الثانيه برضو على استحياء مش الفرص انت مش ضاغط طلائع الجيش صح. طول المباراه عرضيات خطر من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال واختراق من العمق
ضغط عالي. لا انت النهارده ما كانش في ضغط. كمان لما بتفقد الكوره محمد شريف لما يفقد الكوره ولا مجدي قفشه زي ما احنا شفنا في اللقطه الاخيره دي، واللقطه الاخيره دي بينت ده كان شكل النادي الاهلي خلال 120 دقيقه. عارف يا اسامه انت النهارده ايه، انت بتستسهل النهارده انك توصل الكره لقدام يعني. انت النهارده في الفترات الطوليه انت عارف ان رقم ثاني، رقم ثاني يبين لنا النهارده يعني لما بسيوني لعب بالثلاثه مدافعين ونزل اثنين باكين بقى خمسه، بقيت تلجا لكرات الطوليه. النادي الاهلي عامل 51 كره طوليه وده مش اسلوب النادي الاهلي. مظبوط. عارف ما انا بقول لك انت النهارده بتستسهل، انت مش عايز اللعبة. انت مش عايز تهاجم زي ما قال اسامه، تعمل تستغل السرعات اللي موجوده، تضغط عليهم لعيبتك تبقى في نص ملعبك. انت النهارده بتيجي يعني النهارده اوقات كتيره جدا علي معلوم من نص ملعب عايز يعمل كره طويله من نص الملعب. محمد هاني من نص الملعب عايز يعمل كره طويله. السوليه نفس الموضوع من نص ملعب عايز يعمل كره طويله. النهارده حتى كمان يعني في لعيبه النهارده كان ستايل لعبها يعني متغير شويه. النهارده مجدي قفشه النهارده في الماتش حتى الكره اللي كان بيتكلم عليها اسامه، طبيعه الحال لما بتلاقي فرقه بتقفل بالشكل ده انا بلجا رقم واحد لاطراف الملعب بالنسبه لي. ايوه الاطراف لاطراف الملعب. بلجا رقم الأطراف واحد. مين كان قدام علي معلول النهارده؟ النهارده ما فيش كلام. مين كان قدام علي معلول؟ لا انت منزل صلاح محسن. صلاح محسن لقيناه ثالث مع حسام حسن ومحمد شريف. فانت النهارده بتطالب علي معلول يشتغل في مساحه 100 متر. وهاني طب لو وصل مساحه 100 متر هيعمل لك ازاي الكره العرضيه؟ صحيح. نفس الكلام الناحيه الثانيه محمد هاني. انت فقدت النهارده مش انا يعني هو موسيماني غير بس اللي نازل انا مش عارف هيعمل ايه اللي نازل او متحفظ او مطلوب ايه الدور. لا انت هتنزل احنا عايزين نزود الناحيه الهجوميه. طب تتحرك فين؟ هتلعب لجوه ولا لبره؟ دي كانت نقطه النهارده عشوائيه من موسيماني في التغييرات الاماميه النهارده. اخيرا يا كابتن اسامه قبل ما نطلع فاصل ونستقبل كابتن ناصر عباس، احنا عندنا مباراه مهمه يوم 25 وبطوله واحنا بعد اللي حصل ده محتاجينها. فانت عندك مباراه مع انبي، ايه المطلوب من مستر موسيماني واللعيبه الفتره دي؟ لا خلاص من 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 النهارده طبعا اكيد غصب عنهم هيبقوا يعني زعلانين جدا، اكيد الجمهور هيبقى غاضب وده طبيعه جمهور النادي الاهلي وما نلوموش في الموضوع دوت. لازم الناس تستحمل، ممكن بعض الناس تهاجم بطريقه معينه، كل الكلام ده كلنا مرينا بيه وعارفينه. فلازم نستحمل جمهورنا زي ما في الحلو بيقف معانا جامد، ممكن احيانا في الوحش بيقف معانا كتير جدا برضو، بس النهارده بكره اكيد هيبقوا منفعلين شويه، ممكن نسمع كلام مش مظبوط شويه على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه. اللعيبه ما تتاثرش بالكلام دوت. مستر موسيماني والسيد عبد الحفيظ والجهاز يخرج باللعيبه من الحاله ديت. لان الوقت يا كابتن اسامه النهارده زي ما الجماهير بتحتفل باللعيبه وبتشيلها لما بتاخد بطوله، لازم اللعيبه تتقبل لو في نقد. لازم طبعا. فانت النهارده وقت لما بتعمل حاجه كويسه الناس بترفعك السما. أيوه. ما هو ده الوجه الثاني لكره القدم، لما يحصل اخفاق هو ده لازم تتحمل. ما هو ده اللي انا اقصده، ان انا اتحمل واعرف ان الناس بتبقى منفعله، وبالذات لما بيكون الحدث سخن. مزبوط. يعني لسه في اوله، زي اللي هي بقول لك يعني الكره لما بتبقى كره التلج دي مع الوقت بتتدحرج بتقل او النار. مزبوط. لما تكون مشتعله. مزبوط. في كوره بتبقى كل ما الامور بتمشي بتقل الموضوع بيقل. صحيح. فطبيعي هيحصل بعض الانتقادات، فلازم نقفل على الموضوع ده يشيله من دماغه. والتعويض لازم كل لعيب من النهارده يفهم ان التعويض هيبقى يوم 25 مع مباراه انبي. انت عندك النهارده ماتش سوبر، لكن الانبي هيبقى بطوله كاس. أيوة. يعني هتكمل بعد كده ان شاء الله لغايه النهائي. بس التحضير النفسي عليه طبعًا. دور كبير جدا من الجهاز الفني. ده اساس قبل الفني على فكره. أيوة بالظبط. طبعا اكيد في فني، بس النفسي دلوقتي هيبقى اكتر. مهم جدا. لانه الضغوط هتبقى كتيره شويه. صحيح. على اللعيبه، فلازم. صحيح. نستحمل ونعدي بالموضوع ده لغايه ماتش انبي باذن الله رب العالمين ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا.